رمضان جاي السنه دي على المصريين في ظروف صعبه، اختار السيسي انه يخليها اكثر صعوبه بقرار التعويم عشان يجتمع على الناس التضخم وكمان التعويم. التعويم الحقيقه اللي خلى كل حاجه في الدنيا غاليه، غاليه في استقبال رمضان. خلينا نشوف، ادي الخبر اهو. الخبر بيقول بيقول اثار التعويم لم تظهر بعد، التضخم يرفع او يرتفع الى 36%. تخيل 36%. انا مش هقرا تفاصيل. في مصدر حكومي قال لموقع المنصه انه بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ان التعويم بس هيرفع الاسعار 30% غير التضخم ده، يعني 30 بس. مصدر قال اهو للمنصه ارتفاع في تكاليف السلع التموينيه مع صعود الدولار. ليه بقى كده؟ ليه يا جماعه؟ ليه ما انت ليه تفتح؟ ليه بتفتح؟ ما تقفل في وشه. فين بقى فلوس راس الحكمه؟ فين قرض الصندوق؟ اقول لك فين؟ كأخوية يعني؟ اتفضل. رئيس شعبة القصابين يتوقع زيادة 10% في أسعار اللحوم خلال شهر رمضان. فين يا عم فلوس راس الحكمة؟ أقول لك تاني؟ كمان رئيس شعبة الدواجن بيلمح لزيادة سعر الفراخ. رئيس شعبة الدواجن لا توجد آليات منضبطة لتحقيق الاستقرار وفي السوق. بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قالت إن في زيادة 47% بعد إذن حضرتك في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية. أنا مستغرب من دي جدا. هتقولي ليه مستغرب يا حمادة؟ أقول لك ولا حاجة. بس هو أصلا إحنا رمضان مش بتاع سمك خالص. يعني في عرف السادة المسلمين سنة وشيعة اللي أنا منهم من السنة يعني مالناش في يعني مفيش حاجة اسمها سمك في رمضان. يعني ايه سمك؟ هتفطر سمك يعني؟ ايه البواخة دي؟ هتتسحر سمك يا راجل؟ في حد يعمل في نفسه العاملة السودة دي؟ ففي وسط ما السمك دلوقتي سوقه واقع يقول لك ارتفاع 47% في أسعار الأسماك والمأكولات. ليه؟ غريبة أوي، غريبة جدا. إنما يلا آدي القائد بتاعكم. فين بقى قائد خط الجمبري؟ الغريبة السيسي يعمل فيكم العاملة وانتوا بصراحة بأمانة ما عندكوش دم. والله الذي لا إله ما عندكوا دم يا أخي. الراجل بيعمل فيك ده لحد أول امبارح، لحد التعويم في ناس طالعه كانت تقول لك والله التعويم زي الفل، يخرب بيتك وبيت الشهاده اللي خدتها فتستاهله. والله لحد اول امبارح اول ما صدر قرار التعويم والله في ناس طلعت قالت كده. والله انا ما بكذبش، احسن قرار يا ريته خده من بدري، يا ريته كان في 2016. ده شعب، امال البهيم تبقى ايه؟ يا الراجل من 14 وهو بيكذب عليكم. بص فاكر ده؟ فاكر المشهد ده؟ فاكر؟ فاكر المقاتل محمد ابراهيم سويكا خد سمك فندم، سمك عندي فندم ابوت 500 جرام فندم سمك بولتي، ابوت 1 كيلو فندم بولتي، ابوت 500 جرام فندم كريت، ابوت 1 كيلو سويكا فندم. القائد خط الجمبري فندم، المقاتل احمد سامي الملحي قائد خط الجمبري فندم، استاذ سيادتك في بيض عرض منتج فندم، جرام فندم سيادتك جمبري كامل، جمبري منزوع الراس، جمبري مسلوق كامل، جمبري مسلوق. عيب وقائد مقاتل خط الجمبري. والله العظيم الفيديوهات دي اجيال جايه هتضحك، هتموت من الضحك. قائد مقاتل خط الجمبري، وعندك سعادتك فعلا سامك بولتي، بولتي ده يتكلم في السلاح، يتكلم في القاذفات. وقلنا لكم الكلام ده عيب، الكلام ده اباحه وسفاله وقله ادب وعيب. بس تقول وتعيد لمين؟ حيوانات يا ابويا، بهايم يا رسول الله معديه في الشوارع، تمسك البهيم من هنا تقول له خد تعالى. ده ينفع كده؟ ينفع يبقى فيه واحد اتخرج من كليه حربيه يقف يقول قائد مقاتل خط الجمبري؟ امال الصياد بيعمل ايه؟ يا عم البقال اللي في السوبر ماركت بيعمل ايه؟ وعادي كان على قلبهم
كانوا على ألبوم زي العسل ويقول لك البطل بتاعنا. بقول لك لحد أول امبارح الناس زي المهم يعني الناس بقوا مش عارفين يعملوا إيه ولا يشتكوا لمين، وبقوا يطلعوا غضبهم في فيديوهات شكوا على السوشيال ميديا ويقول لك طب الأسعار حتى الأسعار تنزل في رمضان بس. خلاص بقوا بيتسولوا دلوقتي. نسمع كده. قول لنا ليه عوام جنيه مثلا؟ انا ما اعرفش هم ليه عوام جنيه، ما كان سنه على العيد الاسعار غليت، دخلت رمضان والاسعار غليت، يعني نجمع عوام جنيه ويخلوه 50 جنيه ايه؟ عايز كام طيب؟ انا سافرت كاليفورنيا ب 1000 دولار، كان الدولار ب 3 جنيه 33 قرش، مسافر ب 3300 بس انا كام؟ سنه 2000 دلوقتي التذكره معديه ل 40000 و50000، يعني ده كلام؟ قال لي اعقل هذا، والتذكره ب 1800 دولار، يعني ده كلام؟ لا ايه اللي تعدل؟ انا مش عارف اعمل اي حاجه، انا دماغي وقت الاكل والشرب مطالب الانسان، الاكل والشرب ما ينفعش فعلا انك تفوضنا عليهم. وطول النهارده كل يوم في سعر جديد، انا كمواطن بسيط بعاني من كل شيء، كل يوم بتفاوض على الاكل والشرب، اسعار بتعلى اسعار بتعلى، ونتفاجا كل يوم ان في حاجه هتنزل مش حاجه بتنزل. ما ينفعش، الاكل والشرب هو اساس الحياه، عشان ابدا من مستقبل من حاضر قوي لمستقبل اقوى لازم يكون الحاضر قوي. ازاي بتفوضنا على الاكل والشرب؟ ازاي بتقول انت لازم تموت من مرض عشان نتقدم؟ ازاي بتقول موت من الجوع عشان نتقدم؟ لا، لازم الاكل والشرب. زائد ان انا بشوف حاجات جميله جدا بتتفتح ومشروعات قويه جدا في البلد، بس التقدم والعقل مش المواطن البسيط. زائد ان الاكل والشرب برضه هفضل اقررها للمره المليون اساس الحياه. ويجي بقى المسكن ويجي الصحه والتعليم لازم والامن، الحاجات دي جميله جدا، لكن النهارده مفيش تفاوض على الاكل والشرب. اوعى تقول النهارده عشان خاطر مصر تتقدم للامن لازم اربط حزام. انا كده كده انا كده كده كانسان مصري بسيط بعيش باقل التكاليف، بس مش كل يوم هصحى الاقي نفسي في سنين بيقول لنا انا ما وعدتكوش بحاجه وانا ما وعدتكوش بحاجه وانا ما لقيتش بلد وولادك خربانه. ابن وسخه ما شغلته يرمي التهم على غيره، يرمي بلاء على غيره، وهو ما عملش حاجه، هو ما دينهاش وما خربهاش بمشاريعه الفاشله وبصفقات السلاح المشبوهه اللي بيشتريها عشان ياخد عليها عمولات وعشان يراضي الغرب عنه عشان يسكتوا على انقلابه. ما عادش يقول لنا حواليكم بكره تشوفوا مصر وبكره تشوفوا مش عارف ايه، وشفنا الخيبه كلها وشفنا الديون وشفنا الخراب وشفنا الجوع وشفنا الفقر، شفنا الخيانه وشفنا بيع البلد. مش بس الاكل والشرب اللي هيزيد بسبب تعويم الجنيه للفزلوك اللي كان بيقول لك احسن قرار يخرب بيت الاستاذ اللي علمك. لا انا بقول لك شفت ناس كتير على السوشيال ميديا طالعين يقول لك والله القرار ده مش عارف ايه. تقول بني ادمين دي بجد بني ادمين؟